مساحة التخزين. المركزية يمشي الآلات لداخل يجيبوا هذيك المواد الأولية اللي هي الكلس لارجيل لو كالكير لارجيل لو مينري دفار. شركة اسمنت عين توتا فرع تابع لمجمع جيكا طاقة إنتاجية من الإسمنت مليون طن سنويا، ومن الحصى والرمل 600,000 طن سنويا، تغطي احتياجات أكثر من 7 ولايات، تشارك بقسط وافر في التصدير، حيث أن في سنة 2023 صدرنا ما كميته أكثر من 260 ألف طن من الكلنكر إلى دول غرب شمال غرب إفريقيا وإلى أوروبا وحتى إلى الدول الشقيقة